مرحبا، أهلا وسهلا بكل متابعي فرعنا الطلابي. معكم سحر سعد، أحد أعضاء SPE Chapter جامعة البصرة. يسر الجمعية أن تبارك لكم على نجاحكم في الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد توقف دام لأكثر من شهر بسبب امتحانات الدور الثاني. يتم اليوم استئناف كورس From Zero to Hero. يتميز الكورس بتعليم الأساسيات والمهارات العلمية اللازمة لبداية الطريق في هندسة النفط. الكورس من تقديم الأستاذ المميز المهندس عبد المهيمن عباس، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في مجال النفط. الخبرة العلمية للأستاذ: بكالوريوس هندسة نفط من الجامعة التكنولوجية لسنة 2015، يعمل حاليا في وزارة النفط شركة نفط ميسان. يمتلك خبرة علمية في أقسام السلامة والتسميت وإدارة العمليات النفطية المختلفة في أبراج الحفر التابعة لشركة سينوك في حقول نيسان. شكراً لحضوركم، وإن شاء الله تستفادون من المحاضرة الثالثة للكورس. العفو أستاذ عبد المهيمن، إذا موجود تقدر تبدأ بالمحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا شباب، شلون الصحة؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. شكرا جزيلا ست على التعريف، ويا أهلا ومرحبا بكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله، ونباشر على بركة الله. طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم شباب، إنه طبعا بالبداية أكيد مبارك عليكم النجاح، الشباب اللي نجحوا، وذاك احد ما نجح فان شاء الله يا رب ينجح باسرع وقت ممكن، ويقدر ان شاء الله يعوض كل اللي فاته. حضراتكم اتوقع كنتم موجودين بالمحاضرات السابقه، اخذنا فد نبذه عامه عن الصناعه النفطيه، يعني بعدنا احنا خلينا نقول بسم الله، هذا نقول صراحه. ومثل ما قلنا لحضراتكم انه هذا الكورس ان شاء الله ممكن يكون فيه في التفاصيل كلش هوايه، لكن ان شاء الله راح نحاول نتطرق لاكبر عدد ممكن من هاي الامور. خلوني بس اسوي شير سكرين، ثواني زحمه. تمام. تمام. طبعا حضراتكم تتذكرون احنا اخذنا الصراحه، عدنا يعني خلينا نقول بالبدايه كلش، بس ها حاب اذكركم بالاشياء اللي اخذناها بشكل عام. درسنا فد اشياء عامه عن الجيولوجي، عرفنا شنو هو البتروليوم جيولوجي اللي هي خلينا نقول الجيولوجيا النفطيه وشنو فائدتها. اخذنا فد شرح بسيط جدا عن عمليه الترسيب شلون تتم، واخذنا ايضا بعدها فد نبذه عامه ومختصره عن الطبقات الارضيه شنو هي، وهاي الطبقات شلون متجمعه ويا بعض عن طريق فد نظريه توصفهن اسمها نظريه التكتونيك بليت، او الصفيحات الارضيه خلينا نقول، او الصفيحات التكتونيه. وذكرنا انه الارض هاي الصفيحات مالتها تلتقي في بعض المناطق، مثل ما عندنا احنا هاي المناطق هنا اللي بالعراق، اللي هي مثلا عندنا الصفيحه العربيه والصفيحه الفارسيه والصفيحه الاناضوليه، اللي هي تعتبر من الصفائح التكتونيه. حكينا في شرح كلش بسيط عن شلون هاي الصفائح تتحرك، واثناء حركتها شنو اللي راح يتكون. قلنا راح يتكون عندنا مثلا جبال معينه هنا والى اخره. شرحنا ايضا موضوع الجيولوجيكال كولوم اللي هو العمود الطباقي، انه هاي الطبقات اللي بدات تترسب شويه شويه وعبر ملايين السنين، قلنا انه عمر الارض تقريبا يوصل لل 450 مليون سنه، هاي الطبقات كلها بمرور الزمن شويه شويه بدات تتجمع فوق بعض. هذا هي اللي عندنا احنا العصور الزمنيه خلينا نقول نتعامل وياها تقريبا بالصناعه النفطيه، هي هاي اللي هي البيريودز اللي هي الدورات. فاكو عندنا الدوره الثلاثيه او الثالثيه اللي هي يسموها التيرشري، اكو عندنا الكريتيشيوس، عندنا الجوراسيك اللي هو الطباشيري، وهكذا الى اخره من العصور الزمنيه او الدورات الزمنيه اللي نتعامل وياها. احنا بالعراق بشكل عام معظم النفط اللي يتكون عندنا وموجود يكون بالعصر او الزمن الدوره الثالثيه والدوره الطباشيريه، واكو الجوراسيك اللي هو الفتره اللي كانت الديناصورات بيها. في بعض الحقول موجوده طبقات تنتج نفط من عندها، وفي بعض الحقول بعدها ما موجوده لحد الان، مواصلين لهاي الطبقات. من هاي الطبقات اكو سرقله، واكو جوتنايه، اكو سوليه الى اخره. راح تتعرفون ان شاء الله بمرور الكورس عن هاي الطبقات شوي شوي، بناخذ العمليات الحفريه بحيث نتعلم شلون راح نبدي نحفر مقطع من الطبقات الصخريه.
مثل ما ذكرنا ايضا انه الصخور ممكن تكون يعني بها فد ميلانات معينه، واكو انواع ثلاثه رئيسيه للصخور، الاجنيس اللي هي الصخور اللي قلنا عليها الصخور البركانيه، والسيدمنتري اللي هي الصخور الرمليه او عفوا الصخور الرسوبيه، والميتامورفيك اللي هي الصخور المتحوله. احنا اللي يهمنا كشغل يعني بالقطاع النفطي احنا نهتم بهاي، نهتم بالسيدمنتري روك. اهم شيء عندي السيدمنتري روك. السيدمنتري روك بها انواع، لكن يعني من اشهر الانواع تقريبا من الصخور الرسوبيه هي صخور الشيل او السجيل، تكون هيك طبقات ولكن تكون جدا مضغوطه، اكو ضغط عليها من الاعلى ومن الاسفل اثناء عمليه تكوينها، وبها فد امور يعني تكوينيه معينه. بالنهايه هاي الصخور صارت كلش مكبوسه بحيث اي سوائل ما تقدر تتحرك بداخلها. هاي السوائل حتى لو كان اكو سائل محصور هنا بس ما لها قابليه على الحركه. الصخور اللي استهدفها انا بالبحث بالقطاع النفطي هي صخور الساندستون هي الرمليه، لان النفط اللي بداخلها او السوائل العامه هم هي موجوده، يعني هذا الرمل اكو بيه فراغات يقدر يتواجد بيه سائل، وهم بنفس الوقت هذا السائل يقدر يتحرك، يعني يقدر يجي منه ويطلع شويه شويه وهكذا. والنوع الثاني من الصخور اللي اني استهدفه بشكل رئيسي، قلنا النوع الاول هو الساندستون، النوع الثاني هو شنو؟ الكربونيت. والكربونيت ينقسم الى لايمستون ودولومايت، يعني عندنا نوعين من الصخور الكربونيه، الصخور اللايمستون وصخور الدولومايت. الشيل هم صخر رسوبي، ولكن قلنا من خصائصه السائل اللي بداخله ما يقدر يتحرك، وهاي عندنا فد مشكله كلش كبيره، لان حتى لو اكو نفط بالداخل ما راح اقدر استخرجه بسهوله. هل عالميا هذا الشيء يعني ما مستثمر؟ لا، عالميا حتى النفط اللي موجود بالشيل مستثمر، لكن هذا نجي في مراحل متقدمه من الكورس ان شاء الله، بعد فد يجوز فد 20 او 30 محاضره نبدي نشرح عن التقنيات الحديثه باستخدام واستخراج النفط. احنا يهمنا اني من ادور ساند ستون صخر رملي، ادور لايم ستون دولومايت اللي هو صخر الكلسي والجيري. هذني كلش مهمات عندي، ليش؟ لانه النفط اللي موجود هم اكو فراغات له، وهم بعض اكو فراكتشرز صغيره، يعني فراغات صغيره وثقوب صغيره وتكسرات صغيره، النفط يقدر شنو يتحرك فيما بينها. زين. ذكرنا ايضا الفوسل فيول، وحكينا عنه اللي هو الوقود الاحفوري وشلون يتكون عندي، وحكينا عن الاويل ترابس، وقلنا هذا سؤال بالمقابله ممكن تنساله اللي هو وات ار ذا اويل ترابس. فاكو عندنا مصائد نفطيه بسبب الحركات الجيولوجيه، قد تصير عندي قبه باطن الارض، قد اكو عندي طبقات تنزل وطبقات تصعد، فهذا الشيء يسمونه الفولت اللي هو الفالق، يصير عندي فد مثلث معين يقدر الهيدروكربون يتجمع به. اكو عندي طبقات يسموها القبب الملحيه اللي هي السول دوم، وهاي السول دوم تكون بها الاستيسيتي، يعني شلون نقول تكون رخوه او يعني قريبه للسائل، خلينا نقول. فشنو تقدر تخترق باقي الطبقات وتصير على شكل قبه، وبالاكتاف مالتها يقدر النفط يتجمع. واحيانا اكو انواع، طبعا هاي الانواع الثلاثه اللي هي الانتيكلاين والفولت وايضا السول دوم، هاي الانواع الثلاثه يسموها ستراكتشرز. الستراكتشرز هي يعني خلينا نقول شو ما نقول اشكال، فالاشكال موجوده بباطن الارض. اما هذا النوع يسمونه الطباقيه، يعني هنا تخيلوا كان اكو طبقه ترسبت بهذا الشكل، ليش؟ لان كان اكو هنا فد بحر قبل ملايين السنين، بعدين هذا البحر قام اكو مد وجزر، فالمد يوصل قام لهنا وينزل، بعدين رجع البحر صار مد والجزر مالته اعلى وهكذا، فصارت عندي تباين بتكوين الطبقات. هذا التباين ادى الى وجود منطقه قابله لتواجد الهيدروكربون. زين، متى اسمي المنطقه تراب؟ يعني شو وقت اني المنطقه اقدر اطلق عليها انه هي فد، خلينا نقول فد مصيده. خصائص المصيده بشكل عام شباب، يعني من اهم خصائصها خلينا نقول اي مكان اني اريد اطلق عليه انه هو لازم يكون خلينا نقول مصيده، لازم يكون عندي بيه عده اشياء. اول شيء لازم هذا المكان بي بوروسيتي اند بيرميابيلتي غالبا، يعني انا لازم عندي بيه نفاذيه وعندي بيه مساميه، يعني هاي الصخور اللي تجمع بيها النفط بيها ظروف يقدر النفط يتواجد بيها، وهاي الثقوب او الظروف الصغار بالصخور يقدر النفط يتحرك بيها. ولازم عندي فوقها هاي الصخور اللي لونها رصاصي، هاي يسموها الكاب روك او السيل روك. ليش موجوده هاي الصخور شباب؟ هاي الصخور موجوده حتى اني اضمن انه النفط اللي تجمع هنا ما يقدر يطلع للسطح. فلازم اكو عندي صخور تسمى بصخور الغطاء او الكاب روك او اللي يسموها السيل روك، وهذا هو ثاني شرط خلينا نقول اللي هو لازم لوجود مكمن نفطي اللي هو الكاب روكس، او sometimes they call it seal rocks.
فهي من اهم الاشياء الاساسيه. هاي الشغلات اللي شرحناها اعتقد حضرات ممكن تتذكروها معظمها في المحاضرات السابقه، وقلنا اكو هجره اوليه وهجره ثانيه للنفط، وشلون يهاجر، وشكل المكمن هذا هو بالاخير حيكون عندي مي ونفط وغاز. وهسه نسال سؤال بسيط نشوفكم تتذكرون لو لا المعلومات. ليش المي موجود لي جوا فوق النفط وفوق الغاز؟ الشات بوكس موجود لكم شباب، تذكرون تعلقون حضراتكم به على الاجوبه حتى نشوف بعدكم تتذكرون هاي الشغلات لو لا. وحكينا على اليات الرفع، ان النفط شلون القوطيه مال المشروب الغازي مرات تكون اكو غاز مذاب يرفع لي النفط، او اكو مي بالاسفل يدفع لي النفط الى الاعلى. وحكينا عن هذا الشيء اعتقد بشكل يعني مفصل، قلنا عندنا طبقات مثلا بغرب العراق يكون موجود بها مي هنا على السطح، يعني من الانهار ومن الامطار يفوت بها مي ويبدي المي ينزل على عمق. هاي الطبقات من توصل الى محافظه النجف الاشرف او محافظه كربلاء المقدسه وتبدي تنزل للمثنى، يصير عمق هاي الطبقات بعد ان كانت على السطح هنا يصير عمقها تقريبا بحدود 600 متر. فبالتالي 600 800 ممكن حتى اكثر، المياه اللي موجوده هنا هي تستمد الطاقه والقوه مالتها منا، شلون؟ على اساس الليكويد بريشر او مثل ما نطلق عليه الهيدروستاتيك بريشر. خلينا نكتب لكم ملاحظه شباب صغيره، هاي تنسالون عليها بمقابله، تنسالون عليها بالشغل، يعني تقريبا وين ما حتروحون حتلقون هذا المثال امام اعينكم، واللي هو الضغط الهيدروستاتيكي. اذا اريد احسب الضغط عند اي نقطه من هاي النقاط واحسبه بوحده شنو؟ بوحده البي اس اي اللي هو الباوند بير سكوير انش، يعني كل انج مربع ايش قد اكو بي وزن، خلينا نقول، وهذا الوزن وزن اتجاهي يكون هو يعني. بس بشكل عام هو وزن. فاني اي مكان اذا تلاحظون هسه هذا السلندر السائل بالاعلى يطلع قليل، ليش؟ لان ضغط السائل قليل هنا. بالاسفل صار الضغط اقوى، بالاسفل صار الضغط بعد اقوى. هنا ايش صار عندي؟ صار عندي الضغط الهيدروستاتيكي شو يساوي لي؟ يساوي لي الديبث اللي هو العمق في شنو؟ في الدنسيتي اللي هي شنو؟ اللي هي الكثافه مال السائل. فاني اذا تغير عندي العمق حيتغير الضغط، شوف هنا المنطقه اعمق الضغط اعلى. اذا غيرت كثافه السائل الضغط هم حيزيد، يعني كثافه السائل اذا تغيرت عندي احيانا اقدر اضيف بعض المواد الكيميائيه حتى اغير كثافه السائل وبالتالي يكون عندي شنو؟ الضغط اعلى. هذا كله يضربوه في فد معامل اسمه 0.052. هاي الدنسيتي راح تكون بوحده الباوند بير جالون، هاي وحدات الدنسيتي. اذا حبيتوا ان شاء الله مستقبلا نقدر نسوي يعني محاضره على الوحدات نفهم الوحدات. تحبون ابلش يعني بالمحاضره لو تقدر تبلش استاذ؟ تمام ان شاء الله على بركه الله. زين، فآخر شيء أتوقع وصلنا للقانون. سلايد شو؟ تمام. آخر شيء نفس ما حضراتكم تتذكرون شباب، حكينا القانون قلنا إنه هو بالهيدروستاتيك بريشر. فهذا القانون هو عبارة عن عمق وياه شنو اكو؟ وياه اكو كثافة السائل. في شنو مضروب في 0.052 اللي هو هذا معامل تحويل، وان شاء الله ناخذ فكره عن الوحدات اكثر مستقبلا. بس الفكره الرئيسيه شباب، كل ما يزيد عندي عمق طبقه معينه، يعني مو اللي عمقها وانما اني من احفر مثلا، كل ما يزيد عندي عمق البير كل ما الضغط مالتي راح يزيد. لذلك هذا المفهوم اذا تشوفون هذا الهيدروستاتيك بريشر هنا يعتمد على العمق كضغط، يعني هذا ضغط الهيدروستاتيكي اللي هو ضغط ارتفاع السائل يعتمد على عمق السائل بالاضافه للكثافه مال السائل. واكو مواد كيميائيه اقدر اضيفها حتى اتغير بشنو؟ اغير بكثافه السائل مالتي ممكن. خلي بس اكو صوره افتحها ثانيه واحده خلت اشوفها لحضراتكم. هاي الصوره تمام. هاي الصوره شباب هسه اذا هسه اتوقع راح ارجع لكم الشير. اي اذا تشوفون شباب هاي الصوره تمام، هاي الصوره اذا تلاحظوها هسه شباب
اللي موجودة للآبار، هاي الصورة الموجودة للآبار حاليا هي من الأسئلة اللي موجودة لأحد الشركات النفطية أثناء اختبارهم للطلبة مالتهم، فجابوا لهم هذا السؤال، وكان السؤال إنه هو أي هاي الآبار يكون الضغط في قعر البئر أعلى إذا علمت أن كثافة السائل متساوية. تخيل أنت داخل لتمتحن بشركة حتى تقابل ويسألوك هذا السؤال. هذا القانون هو من أساسيات قوانين يعني وين ما تروح، أبو الحفر يستعمله بكثرة، أبو المكامن يستعمله، أبو الإنتاج يحتاجه، الكل يحتاجه، لأن هذا في القانون أساسي في هندسة النفط. فبشكل عام من بيكم شاف هسه يقدر يقول لنا أي بير من هاي الآبار يقدر هو يكون عنده الضغط اللي بالنهاية أعلى إذا كانت نفس الدنسيتي، هسه نفس الدنسيتي إحنا موجودة وهذا المعامل نفسه موجود. زين، شنو اللي حيتغير عندي؟ يتغير عندي الدبث اللي هو شنو؟ العمق. فهل برأيكم شباب هنا هذني بما انه هن عمقا اكو بيهن المفروض يعني تساوي، ما اكو بيهن تساوي، شنو رأيكم يعني بهيك شيء ممكن يكون متساويين؟ كلهم ممتاز، كلها متساوية شباب. هذا من الاشياء الاساسية جدا اللي لازم نعرفها، انه هذني هنا الدبث اللي انا هعتمد عليه. طبعا شنو؟ اثناء عمليات الحفر همين ان شاء الله مستقبلا حضراتكم تشوفون انه احنا العمق عندنا عمقين، عندنا العمق الاول اللي هذا اللي يكون العمق الشاقولي، هذا يطلق عليه ال تي في دي ترو فيرتيكال ديبث، وهذا هو يكون بكل الابار نفس العمق. بس صحيح هذا اكو مسارات مختلفه، بس التي في دي مالتهم متساوي، هذا وهذا وهذا، فهنا الديبث متساوي كتي في دي، يعني انا من اعتمد بقانون هيدروستات بريشر استعمل تي في دي. اما هذا اللي هو طول البير الحقيقي هذا يسمونه الام دي اللي هو الميجرد ديبث او الطول المقاس. لذلك هاي من الاساسيات اللي ضروري جدا احنا نكون يعني على معرفه بها. زين، خلي بس اعدل حضراتكم بين الصور حتى تبقى بالبرزنتيشن ان شاء الله وما تسوي لنا هوسه. هاي هيج هاي هيج هاي هيج، تمام. يلا حكينا على يعني عده امور، وصلنا اخر شيء حتى لا كلش اهم من نتاخر على حضراتكم بالمحاضره ويعني تملون من زياده الوقت. قلنا انه انا من استكشف لازم امشي بخطوات، هاي الخطوات ما راح ادوخكم بها، راح نجي نشرحها واحده واحده. اول شيء انا اجي على مكان معين، بدايه اول شيء يسووه شنو؟ اول شيء يسووه يا اما بالاقمار الصناعيه او هسه حاليا بالدرونات اللي هي الطيارات هاي الطير اللي بدون طيار، الدرونات، او عن طريق بعض السيارات يجون يشيكون منطقه معينه يشوفون شكو ماكو بيها من، خلينا نقول مثلا اكو بيها ارتفاعات، اكو بيها انخفاضات، اكو بيها فد شيء معين يدل، قد يدل على وجود نفط يعني معين. هاي الطريقه يسموها الريموت سنسنج، يعني التحسس عن بعد. زين، هاي هي تكون شنو؟ تكون الخطوه الاولى بعمليات ال Geophysical methods of exploration، يعني الخطوات او الطرق الجيوفيزيائيه الجيوفيزيكال للاستكشاف. Geophysical methods of exploration. زين، هاي اول مرحله. المرحله الثانيه هي الالكتريكال، يجون طبعا هي الارض بيها نفط، فهذا النفط او المي او الغاز الموجود في باطن الارض ياثر على شنو؟ ياثر على الكهربائيه الارضيه وياثر على المغناطيسيه الارضيه، فيسوون فحوصات كهربائيه ومغناطيسيه يشوفون هل ممكن تتاثر القراءات يعني الطبيعيه. اذا كان اكو شذوذ عن القراءات الطبيعيه معناها ممكن يكون اكو نفط. المرحله الرابعه وهي جدا مهمه تسمى بالرصد الزلزالي، يجيبون سياره مثل هاي، هاي السياره تطلق الى باطن الارض موجات، وهاي الموجات ترجع لي للسطح، استقبلها وافسرها، اقدر اعرف شكل الطبقه، باع شلون هسه صاير هنا شيء مائله، فاقول اذا ما دام شكل الطبقه مائل اذا ممكن اكو جواها نفط، لان هاي صارت قبه، هاي صارت تراب، صارت مصيده. النقطه الاخيره هي انه يحفرون فد حفر استكشافي معين، واحيانا يسوون فد يعني طرق معينه، لكن بشكل عام قد احنا نوصل لمرحله الحفر الاستكشافي، نحفر بير استكشافي نشوف هل اكو نفط لو لا. يعني شيكنا السيرفس ايفيدنس، شفنا على السطح شكو، بعدين شفنا الطرق الجيوفيزيائيه الرئيسيه اللي هي مثلا موضوع الكهربائيه والمغناطيسيه والسايزميك اللي هو الرصد الزلزالي، وبعدين احفر بير استكشافي.
الريموت سنسينج شباب هيك يشوفون مثلا فد قبه معينه، فد جبل، فد تله معينه او موجوده بدات تلاحظون. هسه طبعا اذا تروحون الى شمال العراق راح تشوفون هوايه موجوده هيك ستراكشرات. هاي ستراكشرات شنو الحلو بيها شباب؟ هسه تلاحظون هنا هاي عباره عن يعني قبه رايحه للاعلى هنا، او انتكلاين عباره عن انحناء للاعلى، هاي منها ايضا رايح. هاي تشوفون صاير اكو بيها عوامل يعني تعريه، صار بيها وذرنج. الوذرنج اللي هو اني عوامل صارت انه هاي كانت قبتها قبل بس ضربتها المياه والرياح. بدأ يروح من عندها. فبالتالي اني هاي معناها كانت قبه، زين هاي القبه ممكن اكو امتداد بعد لها في باطن الارض كبير زين اجي اني شو اسوي وراها؟ اشيك اللي خلينا نقول اللي على السطح، السيرفس ايفيدنس اللي على السطح. احيانا اكو بعض النفوط، هسه تتذكرون المكمن مالتنا شلون كان اكو تشققات صغيره تصير منها يطلع عندي للسطح شنو؟ نضوح بسيط للنفط. هذا النضوح يعني موجوده بها هاي الاشياء، عفوا ميت موجود شباب او تمام اي اكو عرض للشاشه مو صحيح هسه عندكم شباب كل شيء تمام؟ اي استاذ موجود عرض. فعلى حد علمي شباب المكان هذا اللي هو يكون موجود به فد امور يعني خلينا نقول سي بي جي يسموها او نضوح معين منطقتين بالعراق، المنطقه الاولى هي منطقه بابا غرغر النار الازليه، هاي موجوده بالحقول اللي صايره في منطقه كركوك. هاي المنطقه اكو بيها فد مكان هو عباره عن نار ازليه ده تشتعل من يعني تقال انه هي من الاف السنين. هاي المنطقه بالضبط اللي هي منطقه بابا غرغر، فاذا تلاحظون نار مشتعله من الاف السنين، ليش؟ لان حقول كركوك، خلينا نطلع خارطه العراق النفطيه، خلينا نقول عراقي اويل فيلدز. هاي العراقي اويل فيلدز اللي موجوده اذا تلاحظون احنا شنو اللي عندنا؟ عندنا بالذات اللي منطقه اللي هي موجوده في شمال العراق، هاي اذا تلاحظون هنا هذا حقل كركوك اللي موجود. خارطه ما اعرف الزوم او لا، خلينا نشوف لنا خارطه ثانيه شويه اوضح من هاي. تمام، هاي المناطق اللي هو حقول كركوك. حقول كركوك هاي حقل كركوك يتكون من ثلاث قباب، اكو بيه ثلاث قباب، القبه اسمها ابابا، قبه اسمها افانا، وقبه اسمها خورمالا. خورمالا صاير ضمن اقليم كردستان، بابا وافانا هي اللي موجودات داخل محافظه كركوك، وهذني هن اصلا اللي صارت عليها مذكره تفاهم قبل عده ايام ويا شركه بيبي. هي وبعد حقول اثنين جنبور وباب وجنبور وباي حسن. هاي الحقول شنو شباب؟ تتميز بالذات حقول كركوك بانه هي حقول فراكتشرد ريزرفوار، يعني حقل متشقق. هذا الحقل المتشقق بالتالي شنو؟ اكو بعض التشققات واصله للسطح مثل هاي اللي موجوده هنا. هاي موجوده بكركوك، بعد وين موجوده؟ موجوده اكو عندنا مياه كبريتيه، اعتقد ذاك اليوم شفت عنها فيديو بهيت. هاي المياه الكبريتيه يطلع وياها غاز. هذا الغاز يعني هو حسب توقعي قد يكون له بداخل الارض هنا بهاي المناطق عباره عن حقل غازي كلش كبير ويطلع من عنده للسطح هذا الغاز. فبالتالي شباب احنا نقدر نقول انه السي بي جيز او اللي هي خلينا نقول التسربات هاي ايضا هي تعتبر من الدلائل على وجود نفط. موجوده بالعراق؟ موجوده بالعراق وباكثر من مكان وبهواي مناطق. زين. انا هسه اجي اريد اوصل لمرحله الرصد الزلزالي، اريد اكتشف صوره الارض بالاسفل شلون صايره. اكو عده طرق للرصد الزلزالي، يعني اكو رصد الزلزالي يسمونه التو دايمنشن اللي هو الثنائي الابعاد. يعني شو يسوون؟ يحطون هنا يجون يخلون مستشعرات بالارض على مسار معين ويجيبون سياره تولد لي موجه صوتيه. احنا نعرف اي موجه صوتيه شباب تطلع، هاي الموجه الصوتيه انت تخيل نفسك انت قاعد بالمي. بالمي الموجه الصوتيه يا اما يعني الضوء، الضوء مو ولا اي موجه، يعني هسه الضوء بغض النظر عن يعني خصائصه ان كان موجه او جسيم او ما ادري شنو، ما لنا علاقه بهاي الشغلات، بس خلينا نقول هو كضوء بالمي اذا انت موجود الضوء يفوت راح جزء من عنده يعبر
فانت شنو تشوف؟ اكو ضوء في داخل الماء. والشيء الثاني انه انت اذا بداخل الماي اكو جزء من الضوء ينكسر، يصير بيه ريفراكشن. هذا الانكسار انت اذا بداخل الماي وتفتح عينك ما تشوف الدنيا عدله، تشوفها مغوشه. الشيء الثالث، النوع الثالث يعني للاشياء الموجوده، اللي هو الانعكاس. اذا انت واقف فوق المي كانه انت واقف هنا وهذا المي، راح تشوف وجهك. ليش؟ لان اكو انعكاس. فاكو انعكاس واكو انكسار واكو مرور. الموجات الصوتيه هاي اللي اني اولدها بهاي السياره تضرب الارض، تنزل الى باطن الارض، جزء منها راح يمر نحو الاسفل، وجزء من عندها راح يصير به انكسارات معينه، وجزء منها راح يرتد الي للسطح. اقدر التقط بهاي الجيوفونات اللي هي الحساسات مالتي. من اقدر التقط ايش اقدر اسوي؟ اقدر ارسم صوره للارض شلون موجوده. ليش؟ لان كل موجه هنا موجوده او كل شعاع موجي راح يرجع لي في وقت معين. فالوقت اللي يرجع منه يختلف عن الوقت اللي يرجع منه، يختلف عن الوقت اللي يرجع منه، فراح اقدر بالنهايه اني اعرف الميلانات اللي موجوده في باطن الارض. هذا فد نبذه مختصره كلش عن الرصد الزلزالي شلون ممكن يفيدني، بحيث اني هاي المستشعرات مالتي تلتقط الموجات الصوتيه وتوديها الى سياره حتى اقعد اسوي لها شنو؟ اسوي لها معالجه. زين، بالنهايه شو استفاد شباب من هاي؟ استفاد بانه تطلع لي هيك خارطه. هاي الخارطه يسموها الخارطه الكونتوريه او الكونتور ماب. هاي الكونتور ماب، هاي الكونتور ماب هسه من اباوع منها اكو هذا مثلا 3500، الدائره الثانيه مثلا 3000 بعد تقرون 2500 2000 1500 وهكذا. فمعناها هنا لازم اجي اني افسر هل هذا جبل، هل هذا قعر، هل هذا شنو؟ اكو تفسيرات معينه لكل خارطه ممكن اني افسرها. زين، بالنهايه شو استفاد؟ استفاد انه تصير عندي خارطه المفروض تكون يعني اقدر اسوي 3 دي سايزميك او الرصد الزلزالي ثلاثي الابعاد. تصير عندي خارطه مثل هاي، اقدر اشوف انه شو ما نقول شكل الارض جوا شلون صاير، لسه موجود عندي شلون الجبال، اقدر هنا اتنبأ اقول اذا اني ممكن هنا يكون عندي نفط وعندي غاز، مثلا هنا عندي غاز، هنا عندي اويل، وجوا هنا عندي ممكن يكون شنو؟ ووتر. فاني هاي اول عمليه اسويها، يعني خلينا نقول تضمن لي او تعطيني في الانديكيشن قوي على انه ممكن موجود عندنا نفط في بعض الارض. وهذا الشيء يذكرني باحد الحقول العراقيه حاليا اللي هو حقل البزرقان. حقل البزرقان يتكون من قبتين، قبه شماليه نورث، قبه جنوبيه ساوث، بقبتين. فكل قبه بها نفط، يعني اثنين عندنا انتيكلاينز هنا موجوده، خلينا نقول موجود بها الهيدروكربون. زين، هل هذا واحدة من الأشياء الموجودة بالعصر الحديث أنه ممكن من خلال الساتلايت، من خلال القمر الصناعي يشوفون باطن الأرض؟ طبعا هم حاليا حسب الدراسات الآخر شيء بحثت عنها يمكن تقريبا قبل سنة، يقدرون يشوفون المياه الجوفية في منطقة معينة عن طريق تغير درجات الحرارة الأرضية. القمر الصناعي يقدر يشوف درجات الحرارة شلون تتغير، بيقدر يتنبأ عن طريق بعض المعادلات اذا كان اكو مياه جوفيه في منطقه افضل من منطقه. فمثلا اجي اني احفر هنا القى مياه جوفيه على عمق 5 متر، هنا على عمق 10، هنا على عمق 20، وهكذا حسب يعني بعض المعادلات وبعض الامور. فقد تكون اكو هيش تقنيه تشوف لي النفط اللي موجود في باطن الارض، يعني يرسمون من خلالها فشي يسمون الهيت فلو موديل. بالضبط هيك يطلع عندي. احنا اكو شيء مشابه لهذا قبل لا نشوف الرصد الزلزالي، وشيء مشابه لهذا الشيء وين عندنا؟ احنا عندنا برامج نفطيه. هاي البرامج النفطيه شنو هي؟ برامج اكو مثل البترول موجود عندنا، مثلا السي ام جي موجود عندنا، التي نافيجيتر موجود عندنا، هواي برامج. وكل شركه تقول لك يعني اني برامج بس مثل ما يقولون. فهاي البرامج تقدر تسوي، تقدر تسوي لي انه انا اللي جبتها اقدر اسوي بها موديلنج المكمن مالي شلون ممكن يكون هذا المنصد الزلزالي. زين،
إذا عندكم أي سؤال شباب أو استفسار فتأمرون وتدللون. زين. الصوت يقطع. تمام. انتظروني شباب دقيقة واحدة بالزحمة. إذا الصوت يقطع ثانية واحدة انتظروني. تمام شباب، ان شاء الله ان شاء الله موضوع الصوت والتقطيع ان شاء الله راح. حاليا المفروض يعني هاي الشبكه الثانيه ان شاء الله تكون اسرع. زين. اذا جينا على الرصد الزلزالي، اتوقع هسه الصوت موجود بعد المفروض. اذا بس تكتبوا لي شباب. نعم أستاذ، الصوت واضح. تمام ان شاء الله على بركه الله. فالرصد الزلزالي شنو شباب؟ بالرصد الزلزالي اني اقدر اشوف مثل ما قلنا باطن الارض شلون ممكن يكون. في يوم يعني مثل ما يقولون ثاني داي يوم مشمس، هذا الفي يحاول يشوف لي شنو اللي يكون. الله شوف السكرين. اللي بدون يخلون للمساحه اللي راح قلنا احنا يسوون عمليات الرصد الكهربائي والمغناطيسي هذا اللي حكينا عنه بالبدايه، وبعدها يبدون شنو يربطون في معدات بسيطه جدا حتى يبدون يحددون الاماكن اللي راح يخلون بها شنو يخلون بها الجيو تكون استلم الموجات الصوتيه مالتي. هاي الحساسات اللي راح استلم بها الموجات الصوتيه مثل ما قلنا لازم تكون طبعا يعني محطوط اماكن معينه، وهاي الاماكن لازم تكون مدروسه، اقدر اخلي اي جيوفون في اي مكان، وطبعا لازم تكون الموجات بينها ايضا مدروسه. ليش؟ لان كل ما اني ربطت الحساسات وحده عن بعض راح تقدر تعطيني صوره اوضح للوجود الاشياء اللي كلش تكون يعني خلينا نقول جوهريه. المهم يخلون هاي الاشياء كلها يعني اماكن للجيوفونز، يبدون شو يسوون؟ يبدون يسوون عمليه كالبريشن، هي عمليه الطائره والتحضير. يحضرون الجيوفونات الوايرات بدون شيء يكون الجيوفونات يشوفوها اللي فيها مشكله موضوع ان يتم استعمالها. فحصها كل عمليه الفحص قد تستغرق عده ايام، لانه انت تخيل قد تدخل مثلا اكو مثلا انت تسوي الرصد جوفون تكون بشكل بعدها يبدا ينطلق الكادر فريق معين. هذا الفريق الحين ما يوصل يبدي النوبه ينصب الجيوفونات حتى يخليها بالاماكن اللي تم تحديدها مسبقا. بعد ان يتم وضع الجيوفونات هي من التقنيات اللي كانت مستعمله ولكن هي قديمه، يعني هاي الوايرات هسه بعد ما ظلت الشركات الحديثه شركات في الجيو في حد كان بالضبط وين. زين. بعدها تجي هاي السياره اللي شلون ما احنا نسميها المدكات. هاي المدكات او الهزازات تجي راح تمشي شويه شويه وتبدي يعني تضرب اكو بها الشاكوش. هسه راح تشوفها مو شاكو، تضرب بالارض شويه شويه وتروح الموجات الصوتيه الى باطن الارض. طبعا يتم التنسيق اكيد بين المشغل والاوبريتر والاستاذ مال الموجودين اداء
هاي كلها مراقب الحل بالكامل. بعد هذا الحقل بالكامل يعني راح نسجل كامل لكل الحقل، بكمل شويه شويه هاي التركات شويه شويه يعني على الحق. تبدي انت لازم تسوي عمليه الرصد كلها، وهاي العمليه تطول عده اشهر احيانا، وتكون عمليه كلش معقده وبتصيل وقراءات ممكن تكون صحيحه وقراءات تكون خاطئه. عمليه المعالجه كل وقت وجهد كل. فهاي مثل ما تقول اللي تعيش موجاتي لعباط الأرض. بعدها أجي شو ما نقول سيارة المعالجة أو سيارة يعني خلينا نقول التفسير، يعني أكو بها هواي تفاصيل صراحة. بعدها راح يبدي شنو يخلون فد قبة معينة، يجي هنا يتنبأ يقول قد يكون هذا المكان هو عبارة عن شنو، عن مكان ممكن يكون موجود به نفط. فلهنا تقريبا شباب هاي تكون عملية الرصد الزلزالي بشكل كلش مختصر. بعد ما يتم التفسير يبدون يعني يسحبون العينات مال الصور للأماكن هاي ويسوون عليها الدراسات المعينة مالتهم، تنتهي عملية الفريق ويبدي يشيل كل الجيوفونات. هاي الجيوفونات مثل ما قلنا قديمة، يعني هذا تكنولوجيا قديمة. التكنولوجيا الحديث الجيوفون واحدة بي جي بي اس تتسلى بالقاع وينعرف بي جي بي اس وبي بطارية، ومين يردون يجمعون البيانات. قد يتساءل سائل شلون يجمعون البيانات لهاي السيارة. هاي الجيوفونات المنتشرة على مسافة كلش كبيرة يطيرون فوقها فد درون. هاي الدرون تلتقط هاي الجيوفونات بها وايرلس مباشرة، يسوي ترانسميشن للديتا مالته على الدرون اللي طايرة فوقها، يعني ساعات عديدة وبالزايد أيام. فالتكنولوجيا الحديث ده يختصر وقت كلش كبير في معظم موجودة بالصناعة النفطية. زين، هاي واحدة من الأشياء اللي تكون موجودة كسايزميك سيرفي احنا نريد نعرفها. خلي نشوف والله. تمام. طبعا بالأوفشور بالبحر الموضوع متشابه على المي أو جيوفونات في باطن الأرض. طبعا أكيد يحاولون على المياه يعني الكائنات البحرية. فالبحرية تبتعد عن هاي المكان وبعدين يبدون شوية في باطن الأرض لحد ما تروح وتصطدم وترجع نفس الحالة. أقدر أستكشف بس العفو بالنهاية شنو أستكشف شكل الأرض شلون يكون من الداخل. هذا يسمونه نفسي أضرم عليه بيدك. أي عفو والله ما أعرف هسه. تمام هسه شباب لو أرجع على القديمة. أي هسه تمام أنا ما أعرف صراحة ليش تتصير هاي المشكلة، يعني اليوم طيت مهارتين صراحة بس ما كانت عندي مشكلة ما أدري. طفي اليوتيوب. تمام. فإحنا شنو شباب بشكل عام، بس أحب يعني تعرفون فد معلومة هيك عامة على موضوع السايزميك سيرفي، إنه أنا مثلا تخيلوا هسه هذا الحقل النفطي اللي موجود هنايا، هذا حقل نفطي بسنة 2000 أخذوا له صورة، يعني أخذوا له سايزميك. احنا تخيلوا شباب اذا عندي سايزميك اني اذا جيت اريد يعني خلينا نقول مثلا بطل مي معين واجيت اني احاول اضرب هذا البطل، اذا كان فارغ راح يطلع صوت عالي واذا كان مو فارغ فراح يطلع صوت كلش قليل. ليش؟ لانه موجود به فلويد. فهم اللي يستعملون نفس هاي الطرق بالرصد الزلزالي بحيث اني هذا الحقل شوف سنه 2000 سووا له عمليه رصد زلزالي، هذا اللون الاحمر كله هو عباره عن نفط. جوي وراها بسنة 2010 شوف سووا هذا السايزميك سيرفي من جديد، اكتشفوا انه النفط موجود. شوف وين موجود؟ فقط بهاي المناطق اللي موجودة هنا. شوف هاي المنطقة على اليسار كلها تم استنزافها من السوائل ومن النفط. فشي يسوون؟ يجون بس يحفرون آبار بعد بهاي المناطق اللي بعدها بيها نفط. فاستعمالات الرصد الزلزالي لا زالت موجودة لحد هذا اليوم، مو بس باستكشاف الحقول وإنما أيضا بموضوع انه اني احتاج اجي استكشف لازم نوع الفلويد والسائل الموجود بالمكان. فهاي من النيو تكنولوجيز اللي موجوده بهذا المجال. تمام. اذا الصوت قطع شوي هالمره حتى نرجع على الشبكه القديمه من جديد. تمام ان شاء الله.
زين. ايش عندي انا بعد؟ عندي حفر. انا هسه استكشفت المكمن، عرفت منطقه معينه موجود بها فد مكمن معين، جيت اريد احفر انا هسه. هذا الحفر مالتي شلون راح يكون؟ الحفر مالتي اكو عده انواع من الحفر، اكو اول شيء نوع من الحفر يسموه الحفر الاستكشافي، اللي هو اني احفر بير بتحديات عاليه بمنطقه اني ما اعرف طبقاتها، ما اعرف شكو موجود في باطن الارض، اكو نفط، اكو غاز، يجوز يطلع اكو مي، ما اعرف. وهذا البرج مالتي قد تكون المنطقه مالتي نائيه، يعني ممكن اني اذا جيت اريد احفر، خلينا نقول فرضا نكتب خارطة العراق، خارطة وين اويل فيلدز من العراق. اذا جيت اني مثلا اجي اريد احفر، مثلا عندي حقول خلينا نقول ما موجود بها برج حفر، مثلا انا عندي حقل جيت هسه هذا بدي احفره، هذا الحقل موجود هنا مثلا بغرب العراق، ما عندي ابراج حفرانيه، فحضطر انقل برج مثلا من الشمال او الوسط او الجنوب. عمليه النقل هاي وحدها راح تكون عمليه مكلفه، فبالتالي انا شنو راح اجي اصرف فلوس. زين، عمليه الصرف هاي راح تزيد لي كلف نقل البرج، يعني نقل البرج احيانا نقل البرج وتجهيز الساحه قد يوصل مليون دولار. فاكو فلوس كلش هواي حتنصرف على موضوع نقل البرج وعلى موضوع تهيئه الساحات والى اخره. فبالتالي انا شنو اللي اسوي؟ يعني حفر استكشافي يكون بيصرف صراحه مال فلوس. ورا ما احفر بالمكمن المعين مالتي اني مثلا في بير او بيرين، اقول اني هاي الابار ضمنت لي هذا الحقل شنو موجود بيه. فانتقل وين؟ انتقل للحفر التطويري، عفوا للحفر التقييمي اللي هو الابرايزل درولينج. اجي اقيم هذا المكمن. يعني اني مثلا خلينا نقول خلينا نقول مثلا فرضا لنفرض انه هذا اللي موجود عندي هنا، اني شنو هسه اللي موجود عندي هذا هو حقل نفطي. كحفر استكشافي غالبا يجون يحفرون فد بير واحد هنا قريب على القبه او على القبه نفسها او قريب منها، حتى يتاكدون من وجود نفط هنا. اذا تاكدوا نفط، هذا بعد الحفر الاستكشافي راح يتحول الى الحفر التقييمي. الحفر التقييمي شو يسوون؟ يحفرون مثلا في ثلاث ابار، يحفر بير هنا، يحفر بير هنا، يحفر بير هنا. شنو؟ يشيك حدود المكمن، يشيك كميه النفط، يشوف التجانسيه، هل النفط الموجود هنا ونفس النفط اللي هنا؟ نفس النفط اللي هنا؟ هل نفس النفط اللي هنا؟ قد يكون الضغوط تختلف، يعني مره حفرنا بير بعد بين بير وبير 500 متر تقريبا على السطح، بينما في باطن الارض طلع عندي تغير بالطبقات 80 متر. فاكو احيانا كلش كلش هوايه من التغيرات اللي قد تكون موجوده في باطن الارض. زين، بعد ما اضمن حفر الاستكشاف وحفر التطوير، حفر التقييم، انتقل للحفر التطويري. التطويري هنا ابدي الحفر المكمن مالتي هذا احفر لي بيه 300 بير، 400 بير، 200 بير، حسب انا ايش قد هذا المكمن كبره وايش قد اريد انتج من عنده نفط. فبالتالي ابدي استنزف هذا المكمن بشكل كلش كبير حتى اضمن استخرج من عنده كل النفط اللي يكون موجود به. زين، خلي هسه احنا بما انه عرفنا هاي الانواع، خلي نشوف فكره عامه رئيسيه، انه اني قلنا الحفر الاستكشافي استكشف بيه، والتقييمي اقيم بيه المكمن، والتطويري اطور بيه الحقل مالتي. الحفر الاستكشافي به هواي فوائد، يعني راح اقدر اخذ عينات من الصخور، اقدر اخذ انواع للسوائل اللي موجوده بباطن الارض، اقدر اقيم الطبقات مالتي، وحتى اقدر اخذ قرار ابني عليه للمستقبل انه اطور هذا الحقل ولا لا. وبالتالي انا الهدف الرئيسي اشوف لازم باطن الارض اكو نفط ولا لا، هذا هدف الحفر الاستكشافي بشكل كلش اساسي. الفلويد سامبلينج هاي ان شاء الله نجيها ان شاء الله نجيب محاضرة الحفر ما احب يعني صار عندنا يعني شويه استعجال بالافكار، لان بالحفر راح نكتشف هاي الاشياء. الحفر لان به هواي عمليات، يعني تخيلوا وحده من العمليات احنا نطلع هيك صخور سلندر على شكل سلندر على شكل اسطواني وطوليه ما بها نفط، نشوف نوع الصخره ايش قد المساوئ مثل هذا بشكل تمام. طبعا الصوت ده يقطع لان ده صار فصله صراحه.
ما اعرف يمكن صوت المتصفح اللي عندي، خلي احول على غير متصفح. اعتقد صوت المتصفح لان قبل لا تمام. بس راح احول المتصفح وارجع لكم شباب ان شاء الله دقيقة. يعني المفروض هذا المتصفح الثاني تمام. فبعض الصخور ايضا من باطن الارض تطلع على شكل هيك، يعني تكون بلقات، وبعضها لا تكون هيك اسطوانيات كبار. وايضا يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا فتات صخري اثناء عملية الحفر. هلا اشوفكم جزء من هذا الفتات شلون يكون. اثناء عملية الحفر يطلع لنا هيك فتات صخري بسيط ويا الحفر. نجيب ايضا تحت المجهر ونشيكه ونشوف كل الاشياء اللي يعني خلينا نقول تكون خاصة بي. حتى نقدر شنو؟ نقدر نشوف هاي الصخور بالضبط شنو تفاصيلها وشنو الخصائص مالتها. ان شاء الله كلها راح نتعرف عليها شوية شوية بمرور الكورس. طبعا ايضا من الاشياء اللي نسويها احنا، انا بس اريدكم تعرفون كونسبتس اساسية ومن نمشي بالكورس حنتعرف عليها. احيانا حتى اثناء عمليات الحفر شنو اللي يكون موجود؟ اللي يكون موجود عندي تخيلوا شباب، ينزلون بباطن البير يعني شلون المجسات. هاي المجسات بيها كهرباء او بيها صوت، هذا الصوت والكهرباء يروح لداخل الطبقات ويرجع لي، اقدر استكشف وجود نفط او مي او غاز في داخل الطبقات. فهاي ايضا من العمليات اللي اني اسويها اثناء الحفر الاستكشافي وحتى الحفر التطويري، حتى اشوف بالضبط البير مالتي شنو الخواص اللي موجوده به. هذا العلم كله اللي هو تقييم التكوينات يسمونه الفورميشن ايفالويشن، عمليه تقييم التكوينات، واللي هي واحده منها انزال المجسات. هاي المجسات اللي نحكي عليها اللي هي اللوجز، هاي اللوجات تقدر تستكشف لي هاي الشغلات اللي تكون موجوده كلها في بعض الارض. بالاضافه لكل ما سبق، والله خلينا نشوف هذا الفيديو ما اعرف اذا تمام، ما يحتاج هذا نشوفه ان شاء الله نجي نرجع له بالمحاضره القادمه. حاب بس اخر شيء تعرفون انه اني ورا ما اكمل كل هذا العمل اللي حكينا عنه، من انه سويت رصد زلزالي وكملت عمليه حفر البير الاستكشافي، وبالبير هذا انا راح اخذ خواص الصخور وراح اخذ انواع للصخور وراح اخذ نوع السوائل اللي موجوده، راح اسوي عديد من العمليات، اقدر وراها اخذ قرار اسوي ديسيجن ميكينج حتى اقدر اكمل عمليه تطوير الحقل واللي هي الفيلد ديفلوبمنت. اذا طورت الحقل مالتي اني فحبدي هنا اجيب محطات لمعالجه النفط وللتصدير. هاي تكون عندي تقريبا يعني من اواخر العمليات اللي اني اسويها. تمام اي عذره اي تمام، اعتقد صوت المتصفح كان ذاك الصفح الثاني. فهاي اخر عمليه اني اسويها حتى اقدر اخذ قرار بشنو؟ بعمليه تطوير الحقل. طبعا من هاي الاشياء الموجوده شنو شباب؟ انه انتم بس اريدكم تعرفون في هاي المحاضره مالت اليوم انه الحقل مالتي اول شيء استكشفه وبعدها اقيمه. احنا اول شيء سوينا؟ استكشفنا، سوينا عمليات استكشافيه اللي هو الرصد الزلزالي. ورا الرصد الزلزالي جينا قيمنا، شلون قيمنا؟ حفرنا ابار استكشافيه. ورا ما كملنا عمليه الحفر الاستكشافي اروح للحفر التطويري، ابدي اطور الحقل، احفر ابار هوايه، ابدي اجيب خلينا نقول ابراج تحفر لي، اجيب محطات مال معالجه، اجيب عازلات تعزل لي النفط والغاز والمي، والغاز مثلا احرقه او اصدره، والنفط بنفس الحاله اني اصدره ويبقى المي اتخلص من عنده. اخر شيء ابدي انتج. ورا ما انتج قد اصل بعد العديد من السنوات، ممكن 20 30 سنه، انه المكمن مالتي ينتهي النفط اللي بيه واسوي له عمليه هجر اللي هي الاباندمنت. هاي اخر عمليه انا اسويها. بس اعرفوا شنو ايضا شباب؟ انه الحقل النفطي هو على السطح، والمكمن انه ممكن في باطن الارض يكون عندي اكثر من طبقه موجود بها نفط، قد تكون اربع طبقات خمس طبقات موجود بها نفط، لكن هو على السطح حقل نفطي واحد. مهمه الجيولوجي كلش مهمه تكون بعمليات الحفر وبعمليات الاستكشاف على النفط، لذلك هو يلعب دور كلش كبير. اكو برامج كلش مهمه راح نستعملها ان شاء الله ونتعرف عليها بمرور الوقت شويه شويه، واذا عندي بيانات سابقه اقدر هاي البيانات السابقه اجيبها حتى اشيك بيها الطبقات الرمليه، لان قلنا الرمل اني اهم شيء احاول ابحث عنها الطبقات الرمليه، لان هي اللي بيها النفط وهي اللي موجود بيها شنو غاز ونفط، واحاول ابحث عنها شويه شويه. واذا عندي بيانات قديمه هم اقدر اجيبها ادخلها ببرامج استفاد من عندها. وهاي البرامج راح ترسم لي هيك رسوم، اذا تلاحظون
ارسم فيوتشر سوم ان شاء الله بالمستقبل راح نتعلم حتى شلون نفسر هاي الرسوم شويه شويه، وناخذ لنا فكره عامه عن شلون هاي المجسات تشتغل. بالنهايه البيانات اللي انا اخذتها من عمليه الاستكشاف الرصد الزلزالي وعمليه الحفر وعمليه نوع، واخذت قلنا عينات من السوائل وشفت هذا الانتاج مالي شلونه والنوع نوع الابار مالتي شلون كان، كله ادخله في برامج. هاي البرامج راح تقدر تتنبأ لي بالانتاج المستقبلي، تقول لي يابا هذا البير مالك حينتج 5 سنوات ويوقف، هذا المكمن يحتاج تستثمره مثلا ب 20 بير، تحفر ب 20 بير، تحفر ب 30 بير، تحفر ب 15 بير وهكذا. فيبدي البرنامج هو يعطيني قراءات من هاي البرامج المشتهره يعني جدا، برنامج البترول التابع لشركه اس ال بي اللي هي شلمبرجر سابقا، وايكليبس نفس الحال اللي هو المشغل مالتها، اكو عندنا السي ام جي، اكو عندنا التي نافيجيتر، اكو عندنا الهوايه، هوايه كلش اكو يعني برامج تسوي لي عمليه المحاكاه المكمنيه اللي هي بالنهايه اني اقدر اتنبأ بشنو؟ اتنبأ بمستقبل هذا المكمن مالتي حتى اقدر اسوي الانتاج الامثل بالضبط. شوفوا ادخل هاي هاي الخرائط مالتي شباب، وبعدين اقدر اشوف خصائص الصخور مالتي شنو هي، ورا ما اشوف خصائص الصخور مالتي شنو هي اقدر اجي اشوف وين عندي طبقه او منطقه لازم اجي احفر بها نفط، وين عندي طبقه لازم مثلا اطلع بها غاز وهكذا. هاي كلها اقدر اعرفها من خلال هاي البرامج اللي تكون موجوده للمحاكاه المكمنيه. شغل الجيولوجي مثل ما قلنا جدا مهم شباب، وبالتالي لازم تكونون على درايه بي. بالنهايه شباب ما احب ادوخ كلش عليكم واثقل عليكم بالمعلومات، هذا يعني مجرد ريفرش كان للمعلومات وفتشم شغله حديثه عرفناها. بالمحاضره القادمه ان شاء الله راح نشوف شنو هي الصخور اللي انا ابحث عنها وشنو لازم تكون خصائصها، وما عدا خصائصها لازم اني ابدي وراها احفر. فمن احفر شنو عمليات الحفر؟ شلون احفر البير؟ شكل البير شلون حيكون؟ العمليات اللي اني تكون بالاستكشاف هي نفس العمليات اللي موجوده بالعمليات الحفر الاستكشافي، نفس العمليات الحفر التقييمي، نفسها بالحفر التطويري لو لا؟ راح نتعرف ان شاء الله عن نبذه عن هاي العمليات الموجوده، تقدرون ان شاء الله بعدها ورا ما نخلص الاساسيات كلها نبدي نرجع من جديد نتعمق بموضوع موضوع. يعني ورا ما راح ناخذ الحفر بشكل عام شنو هو، نرجع على الحفر راح ناخذ مثلا الحفر مثلا خلينا نقول الواير لاين، شنو هو الواير لاين لوجينج وشنو تفاصيله وهكذا، نبدي ندخل بعمليه عمليه نشوف شنو هي ونتعرف عليها اكثر واكثر. فشكرا جزيلا لكم شباب، باذن الله المحاضره القادمه حتكون بعد يومين او 3 ايام ان شاء الله بالزايد، حتى ما نفقد الحماس مثل ما يقولون، يعني مثل ما صار ويانا يعني سابقا، وان شاء الله نستمر بها بحيث ان شاء الله نحاول اسبوعيا ناخذ لنا فد محاضرتين ولو على ساعه ساعه نتعلم بها فد اشياء جديده. يعني في كل محاضره اذا يعني حضراتكم او اذا انا ان شاء الله من احضر المحاضره اتعلم فد شيء جديد بها، فهم هذا راح يكون فد انجاز كلش كبير لنا. شكرا جزيلا لكم شباب، ان شاء الله يا رب تكونوا استفاديتوا، وموضوع الصوت ان شاء الله بعد ما يقطع عرفنا خلال كان المتصفح. فاهلا وسهلا بكم شباب، وتدللون الشباب اللي ما عندهم عضويه تدخلون على الاس بي اي تشابتر ضروري تسوون عضويه حتى ان شاء الله تسجلون حضور تقدرون على المحاضرات القادمه، وان شاء الله بنهايه الكورس ان شاء الله الشهاده تقدرون تحصلوها. فشكرا لكم شباب، تؤمرون وتدللون، وان شاء الله يا ربي نشوفكم باعلى المراتب وتصبحون على الف خير. شكرا جزيلا استاذ. متابعينا الاعزاء تم ارسال رابط الحضور بالتعليقات.